نوفمبر 17 بيبر 1 فارينت 1 والسؤال ال 28 سؤال برضو يا جماعه عن الماجنتيزم. تعالوا نشوف الراجل عايز ايه. أنا بصوا انا هحكي لكم القصه، طبعا اتمنى ان حضرتك تكون قريت الجزئيه دي في الكلاسيفايد او الباست بيبرز بتاعتك. القصه ما فيها يا جماعه ان انا عندي رود اسمها رود اكس. عمل ايه الراجل؟ جاب مغناطيس من ناحيه هنا ومن طرف هنا، سبحان الله سبحان الله، حصل اتراكشن تمام. جاب نفس المغناطيس وجي من الطرف الثاني للرود، حصل ريبولشن. الله، ايه ده ايه ده؟ اقدر اجزم لكم واؤكد لكم يا جماعه ان رود اكس ده مغناطيس من غير ما اتكلم كلمه. ليه يا جماعه؟ الريبولشن لا يمكن يحصل غير ما بين تو ماجنتس لو قربوا بلايك بولز. يعني واضح يا جماعه ان مثلا ده نورث وده نورث، خلاص، فحصل ريبولشن. اذا انا متاكد 100% ان رود اكس ده مغناطيس، عشان كده احنا متاكدين ان رود اكس ده عباره عن ماجنت. يا جماعه لا يمكن ريبولشن يحصل غير ما بين مغناطيس، لازم اكيد ده مغناطيس وده مغناطيس، اصل ايه اللي ممكن يحصل ما بينه ريبولشن غير كده؟ الا بقى البوزيتيف والنيجاتيف، ده في الكتروستاتكس. انا ما بتكلمش الكتروستاتكس، انا دلوقتي يا جماعه بتكلم ماجنتيزم. عنده بقى رود تاني اسمه واي، اهلا وسهلا، راح جايب المغناطيس بتاعه مقرب كده، حصل اتراكشن من الطرف ده، راح مقربه من الطرف التاني، حصل برضو اتراكشن. الله، مين رود واي ده؟ قالك لا، رود واي ده مش مغناطيس. ليه؟ لان لو رود واي ده مغناطيس كان هي اتراكت من ناحية ويريبل من ناحية. قالك امال ايه رود واي ده؟ قالك رود واي ده حتة حديدة، ايرون رود. مادام حصل اتراكشن من الطرفين يبقى فيهم واحد ماجنت والتاني ايرون رود. طبعا اكيد ده الماجنت، يبقى التاني هو الايه؟ هو الايرون رود. علشان كده احنا متاكدين ان رود واي عباره عن ايرون رود. يبقى رود اكس عباره عن ماجنت يا جماعه، ورود واي عباره عن ايرون، عباره عن حته حديده. حبايبي، طيب المغناطيس بقى بيتصنع من ايه؟ البيرمننت ماجنت بيتصنع من ايه يا حلوين؟ بيتصنع من ستيل. يبقى انا متاكد ان رود اكس ده ستيل، ومتاكد ان رود واي ده يا جماعه ايه؟ سوفت. ايه؟ سوفت ايرون. تمام. ليه ستيل؟ لان اكتشفنا انه مغناطيس، واحنا عارفين يا جماعه ان المغناطيس يا جماعه بيتصنع من ايه؟ من ستيل. فبيقول لي from which material could rod x and rod y be made؟ ببساطه يا جماعه، رود اكس ستيل لانه ماجنت، احنا اكتشفنا انه ماجنت، وواي حته حديده لانه حصل اتراكشن من الجهتين. دي إجابة هذا السؤال الجميل. سؤال يا جماعة برضو إيه؟ يعني في تفكير حبة، وفي إيه؟ في فكرة عالي بالنسبة لطلبة year 9.